بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده معي عبد الله وقمر ناين هاوس في اف تي بي انفنتي ايفولت، الحلقه الرابعه انا ما اظن. قبل ما نبدا الحلقه بحط لكم صوره، هذه بناها ولد خالتي عبد العزيز العلوان. صراحه شيء خرافي، صراحه افضل من اول واحده انا سويتها، فكفو والله ما شاء الله عليك، خرافي سويتها. واذا اي واحد بده يسويها واذا سويتوا انتم ارسلوا لي في تويتر، ولا ارسلوا الصوره حقتكم في انستغرام ولا تويتر عشان احطها في القناه. قبل ما ابدا الحلقه سويت ماينينج كثير مره، مو مره، يعتبر ماينينج كويس. قبل، لانها الحين ودي اجمعهم اذوبهم واضغطهم، يعني عشان يصيرون بلوكات زي هنا كذا، فلازم اذوبهم عشان اجيب لافا من هناك كبار مره. فالطريقة اللي أجيب لابا فيها بجيب تانك، ذكرنا اسم تانك اللي هو بورتابل تانك، هذا بورتابل تانك، يحتاج كبر وغلاس، سهل مرة ولا أسهل منه. ناخذ 4 حبات غلاس، كبر ظهرنا فيه بعد كبر جاهز، كنت بسويه في بين حلقتين بس أنا قلت بوريكم إياه. ناخذ هذا الكبر عشان شكله غير، حطينا اي خلينا نشوف اقدر اسوي الحركه. اي تضغط، تشوفون ضغطت على، تضغط شيفت وضغط يسار على الاستفهام ينقل كل الاشياء شو اسمه الكرافتنج ستيشن. وابد هذه نروح هناك. طبعا المنطقه هذه للاسف منطقه سيئه، لازم ودي اخلص اشياء كلها اسوي مايننج اللي اقدر عليه واطلع، لان هنا في هذه المنطقه كل ما تكبر في منطقة ثانية هناك بعد، في نود ظاهر شرير وشي زي كذا، فمنطقة مرة سيئة. لو ودي أنزل كذا، لا ضغط شفت الموضوع عادية كذا، هذا الظهر يشيل 8، يمديكم تقرون فوق، ما ادري باين ولا الحين، عبي 3 من 8، عبيها كلها كم؟ 7، باقي 1 كفو. وباقي العصا ما جبتها معي، لازم اجيب العصا. يعني في المايننج الانفنتري تتفلفل بسرعة. مش نسيت وش انواع الشنط اللي موجوده، وفي كهف هنا يبي له استكشفه بعدين. حاولت اني ابعد الكيبورد على المايك لان صدق كان صوت حتى انا يزعجني شوي، ان شاء الله الحين ازين، قربته من فمي اكثر وبعدت الكيبورد، صار يدي صار معوقه شوي الحين بس انه ازين. طبعا الان الطريقه اللي قاعد استخدمها لاجيب الموارد، وتطيح الطريقه اللي استخدمها من افضل الطرق اللي ممكن تبدا فيها، اللي هو بالسملتري. سملتري سهل وسريع مره، يعني مره سريع، ف كويس انك تبدا فيه. جوال اشتغل، بس انها تعطيك موارد اكثر من اللي عندك. حط هذا هنا ونجيب البوكيت. طبعا في طريقة تسوي بايب عليه وما ادري شو، بس ما سويتها انا. هذا الحين فلفل، اي فلفل، ونعطيه موارد زي ما كنا نسوي اول. الفكرة انا ابي احول كل الموارد شو اسمه، ابي احول الموارد كلها لبلوكات. البلوكات بتصير يعني احجام اقدر اتعامل معها اكثر، يعني اخزنها بسهولة. فبذوب كل شيء عندي وبعد وقت طويل برجع لكم. طيب رجعت لكم من جديد. في شيء غلط صار، مو بغلط غلط، كنت قاعد افكر شو اسوي قبل هذا، كنت قاعد افكر شو اسوي وقلت بسوي كواري، لانه هو اللي شيء يسرع اكثر شيء، اكثر شيء يسرع. شلون كواري كذا؟ كواري ايه هذا، شوفوا الكرافتنج حقه يحتاج دايموند، ويعني الكوار العادي. بس انا اتذكر
اتذكر ان الكرافتنج في هذا المود باك اصعب. اتذكر ان كان الشيء اللي خلاني اجي انه صعب، وانا ما احب الاشياء سهله في ماينكرافت، لان السهل صار بالنسبه لي سهل مره. كيف المهم، فقلت بحثت اكتشفت انه صدق كان لازم تروح اكسبرت مود، تروح تكتب سلاش FTB underscore مود مسافة ست مسافة اكسبرت، قول انتر شوي بس عطى وقت شغل اكسبرت. طبعا ترى خلنا الزرقاء تحلى ان الظهر كريسمس يعني كيفهم يحتفلون باللي يبونه، ما لنا دخل فيهم. مو بخنازير عادية، الدجاج براس خنزير. المهم الحين يوم شغلنا مود الاكسبرت، لو نروح الكواري شفت شلون صار الكرافتنج غير، صار يحتاج دائما تشيبسيت. طبعا اسهل شيء موجود في الكرافتنج هذا، نحتاج مايننج وول حتى تغير مايننج وول، يحتاج كمبيوتر وكل شيء، نحتاج ليزر هذا سالفه لحالها، الليزر بري تشارجر و ام اف اس يو اللي هو اعلى شيء طاقه، صار يحتاج شغل جد. قلت طيب نسوي تورتل اجل، تورتل الطريقه الثانيه اللي يجيب شو اسمه تورتل بشيء اقرب شيء للكواري. هذا يحتاج طبعا غير العدة الدايموند ذي كلها بدون المايننج بيكاكس، هذا قبل نحتاج اوفر كلوك ابجريد، يحتاج سالفه ثانيه وكولنت وما ادري وشو، ويحتاج ايرون تشيبسيت، صار يحتاج يعني ترشون لازم تدخل بكل المواد. هذا يعني تبع حق ريل كرافت او ستيفز كرافت، هذا اصعب شيء في ستيفز كرافت، يبي له شغل جامد. هذا اللي انا ابي. طبعا كان في حتى الباكت المفروض ان الكرافتنج حقه صار اصعب بعد، تشوفون صار يحتاج فور تشامر ويحتاج تريتد ستيكس ويحتاج تريتد وود تجيبه من كوك اوفن. ف الاشياء اللي سويتها خلاص راحت مني بحالة في اشياء سويتها، بس من الان ببدا اسوي الاشياء كلها على الهارد كور مود او الاكسبرت مود، وضع الخبير كيف وضع. ف بسوي فرن ثاني، اول شيء كان المفروض اسوي فرن زود. وين ما عندي كوبل ستون؟ اي والله شكلي حطيت كل الكوبل ستون هنا. لا شلون كان شفت؟ اي ظهر شفت، قلت بضغطهم ازين نسوي لنا فرن ثاني فرن صغير. وش نسوي الفرن العادي؟ هل غير بعد الرسبة حقت الفرن العادي؟ اوه كومبرست والله شغل، مو مشكلة ابدا. نبي نطبخ كلي، نبي نطبخ ستاكو 40 كلي، شو زين تشاركول ستاك 8 حبات تكفي الستاك، وهذا اول ما يخلص بخليه يطبخ شو اسمه كلي زياده، وبعدين خليني اوريكم كوك اوفن وش سالفته. اصلا الكوك اوفن هذا هو لازم اجيب 26 حبه منه عشان اقدر اسوي فرن كامل. اصبر لا ما عليه، نحتاج بريكس اللي نطبخ كلي عادي وساند، يطلع لنا كوك اوفن. لازم نسوي 3 في 3 في 3 بس اللي جوا فاضي. طبعا 3 في 3 في 3 هذه 27، واللي جوا فاضي صار نقص 1 صار 26. هذا قرب ينكسر، ما اخذ دمج كثير انا غريبة. مو مشكلة ليكون ظلمت عشوائي. يبيله يطبخ، يبيله وقت عشان يطبخ، خلا اول ما يخلص طبخ برجع لكم. طيب رجعت لكم من جديد. رجعت الحين لسبب قوي جدا، قاسوي مايننج تلاحظون في كم شيء تركته زي الايرون هذا والكور، في كم اكثر من شيء تركته لانه جبت اخيرا كمية اللابس اللي احتاجها. كنت كل ما جبت لابس اقوي البيكاكس حقي عشان يعطيني فورتشن اللي هو يخلي اللي يطلع لك اكثر، اللي تصير دايما يطلع لك اكثر كمية دايما من البلوك الواحد. فالحين اقدر اوصل اعلى ليفل على ما اتوقع. طبعا تشوفون في اكثر من مكان دايموند عندي، بس ان اهم شيء كان اول واحد لقيته، اللي اول ما نزلت على طول لقيت واحد، هذا كان اهم واحد لان فيه بلوك دايموند كبير. فبقوي هذا
وبعدين بروح اكسر دايموند اللي كلها اللي لقيتها واسوي مايننج زي الناس واشوف بعد كان خلص طبخ البريكس ولا ما بعد خلص. اتوقع خلص بس مين متاكد. شوف الحين بس الدنجن صار طويل. طيب شلون اعرف اني وصلت اخر؟ تلاحظون الشموع كلها صايره على اليسار، اذا بدات تقلب على اليمين معناته اني عديت المكان اللي ابيه، لان انا دائما احط الشموع وانا امشي احطها على اليمين. ف يعني طريقه حلوه انك تعرف وين توجهت وشلون تقدر ترجع. ولي تركت الباب مفتوح لكن دخل احد فيه، ان شاء الله ما دخل كريبر. والله لو دخل كريبر بروح فيها، هذا اسرع شيء الحين اقدر اسويه. اتوقع قرب نوصل. والله يا طويل لازم اسوي طريقه ازين تنقيب. عديت المكان شفتوه. طبعا لازم اخليه اوضح من كذا بس يعني كويس. اوه شكله ليل. لا ان شاء الله اشوى. شلون كنت اسوي؟ اجي هنا واحط اللابس على شكل بلوك. اتوقع 8 بس باقي، يعني الباقيات هذول بخليهم على نفس العدد او لا. اي كذا كذا عشان الحين نحط هذا وهذا كذا كويس. تلاحظون الحين عندي شو اسمه 380 بلس ال ال ان شاء الله ان شاء الله انه كافي. كذا الان هذا في فورتشن 2. تلاحظون هنا تحت الاتاك في فورتشن 2، هنا فورتشن 3. خلاص اعلى شيء ما اقدر ازيده، حتى واحدة ما اقدر ازيده. فالان عندي اقوى بيكاكس من ناحية الفورتشن. هذا بيكاكس حق الدايموند، يمكن اجيب بيكاكس ثاني اسرع منه، بس هذا بيكاكس اللي كسر فيه الدايموند. خلاص انا مشوار احط شو اسمه، مشوار احط اكثر فيه يعني لابس في اللي بعده، يمكن لو صار عندي لابس اكثر كثير. شوف كم طلع، طلع 2 بس، وهذا طلع 2 بعد. وش ذا الغش؟ اوه هذا طلع 4، وهذا كم طلع كذا؟ اوف طلع هذا طلع 9. شيء جامد. هنا ظهر فيه دايموند. هو راحت العلامة ولا ما راحت؟ اتوقع ما راحت. خليني بشوفها بعدين، بشوفها بعدين. الحين بتأكد البريكس خلص ولا لا، عشان هل ابدا اسوي كوك اوفن، لان الكوك اوفن بطيء مره مره، فودي ابدا فيه من الحين. في دايما طبعا الجهه الثانيه، لازم اروح استكشف الكهف اللي سويته من البدايه، عشان وانا كان يهمني دايما اني اخلص عشان اقدر احفر من الجهه. يعني دعس. هو سكرت الباب ورا. يلا مسكر كويس. اي خلصوا ورا باقي ثنتين. وهنا إيه هذا كامل. انا حسبت هذا لازم 40 ستاك، و40 هذا ستاكين واثنين الساند، عشان نسوي بالضبط الكمية اللي نحتاجها. نجي هنا ونقول كوك اوفن بريك، نضغط شيفت وضغط يسار على الاستفهام، راح نطلع لنا 26 بالضبط. نحط الكوك اوفن وين؟ اوه اخر هذا F7. نحط الكوك اوفن هنا، اتوقع هنا كويس. بحطه نازل شوي كذا كذا تبني الكوك اوفن. اول شيء اول طبقة تعبيها 100%، والطبقة الثانية تخليها فاضية من النص، والطبقة الثالثة تعبيها 100%، يعني 3 في 3 كامل نصير فاضي من النص. ايوه انبنى الكوك اوفن كامل. تلاحظون انبنى كامل، وبعطيه ستاك اوك. اعطيه اوك ولا اعطيه كول؟ الكوك هذا له فايدة؟ اذا كان له فايدة استخدمته في شيء ستيل بس. يمكن احتاج عشان ستيل. اجي خلنا اعطي ستاك كور مرة واحدة. نعطي ستاك كور او جليل. اقدر انام الحين؟ خلنا احط هذه في الاوفن
وبعدها على طول أرقد. بدأ يشتغل؟ أيوة بدأ يشتغل. تلاحظون ياخذ وقت، ياخذ وقت مرة مرة. أنا كان يهمني مو بس الأوفن، يهمني بعد ال شو اسمه الأويل اللي يطلع منه مرة مرة، هذا احتمال أهم من الكول نفسه بالنسبة للأويل. وشي شاطح، شوفوا مقدمتي الجديدة القهوة، ترى أنا صدق يعني الحين هذا معي قهوة، خليني أسمعكم أسمعكم وأنا أشرب. لازم أنا ألعب يكون عندي قهوة المعلومية، يعني نفس الطريقة اللي كنت أسويها هنا. شلون نسيت وش الطرق اللي أقدر أسويها عشان أجيب الكريسوت أويل؟ نشوف هذا قال نسويه كذا صح ويطلع كريسوت أويل. امتي سيلز شلون اجيبها؟ خلينا نشوف نستكشف معكم الطرق اللي ما عندي فلو ترانسبورتر ولا اكستراكت، ما راح اقدر اسوي هذا الشيء. باكيت بس انا باكيت ما اقدر اسوي باكيت ثانيه، هذا ما اقدر اسويه. كان شلون اسوي؟ كان ما في الا كان نجيب تن. اي تن اسهل شيء، تن قصدي مو تن، او كان من تن. ثلاث حبات. ترى الكيبورد حاولت بطريقة اني ازينه ما عرفت، بعدت الكيبورد وقربت هذا مني ما لازم تحملون شوي يعني، ان شاء الله انه ازين بحاول ما اضغط بقوة، بس انه ايش سوي بعد. في هنا 500 حطها ذولي يجمع لي. اذا كان هذا بحتاج نص ستاك لانه بحتاج 32 واحد، فخلينا نجيب زيادة كانز. اصبر قبل ما يخلصها، هل هذا وين ايه هذا كريسويت كان هذا؟ هل ايه هذا اللي اقدر اسوي فيه تريتد وود؟ انا هذا اللي ابيه تريتد وود، خلنا نحطها وبسوي زيادة. الان بيصير عندي 24، لازم واحدة زيادة. كذا كذا كويس اتوقع. كهو كذا بيصير عندي اكثر من نص ستاك، ما اقدر اسوي نص ستاك بالضبط للاسف، بس انه كذا كويس. بتشوف هذا الحين اذا قرب يخلص بيتعبى واحد، لان هنا 500 كل واحده بتعطيني نص باكت، هذا يشيل باكت واحد، كل ثنتين بتعطيني كريسويت واحد، والواحد يعطيني 8 تريتد وود. والود لازم اجمع وود زيادة من هنا. تلاحظون الكرافتنجز كثيرة تغيرت، يعني هنا في واحدة اللي هو شو اسمه هذا تول ستيشن، في تول ستيشن مطورة تول هذه تول ستيشن الثانية. تلاحظون الفورج تول فورج تغيرت، يعني هتصير بريك نفسه ونفس هذا، بس ان الحين نحتاج دنس ريفايند ايرون بليت. هذا مش وين نجيبها؟ والله في اشياء قديمة مرة، وهنا نحتاج ستيل بعد، يعني مو بايرون، يعني نحتاج ستيل كثير. ستيل شلون كانت طريقته؟ شلون نجيب ستيل؟ هم الفكرة يبون يخلطون المواد كلها، المودات يبون يخلطونها. هنا هذا مثلا لا مو بدارك ستيل، ستيل عادي ريل كرافت اتوقع اسهل شيء تجيب ستيل فيه. هذا اتوقع اسهل واحد. بلاست فورنس، شلون كان بلاست فورنس؟ نسيت من زمان ما سويته مرة. هذا حق البلاست فورنس. لا مو بعد هذه، يحتاج بول اوف جلو. وش هذا بول اوف جلو؟ يا تي ان تي او هذه، وش هي هذه؟ نسيتها او ما قد شفتها، مو بنسيتها. ستيكي جلو باكيت، هو صمغ يعني، هذا اللي فهمته. جلو كروسبو
حق تينكرز كونستك واضح، بس وين يجيب هذه الأشياء؟ ها شلون نكتب؟ يو اي هل بلوك ألقاه يعني في الأرض؟ غريب، أول مرة والله أشوفه. بس أنا غالبا نحتاج نسوي حقة تي ان تي. تي ان تي هل في طريقة أسهل نسويها؟ تي ان تي جنريتر؟ أوه نحتاج جن باودر. جن باودر هل في طريقة ثانية ولا لازم نذبح تي ان تي نذبح كريبرز؟ في طرق ثانية بس إنها مشوار كلها. والله بالله استمر السحب يبهدلنا. إيه هذا اللي كان يصلح. توقع سوى كم واحدة؟ سوى واحدة بس وقرب يخلص الثانية. فشيء كويس. قبل ما نروح كنت بيسوي جينريتر توقع اسمه. إيه هذا جينريتر، نبي سيرفايفلس جينريتر. شلون نجيبه؟ نحتاج فورنس وايرون جير وبستن وكولورد ايش كور بلوك اوف كور عادي يعني. طيب خلينا نسوي لا يكون بستن بعد غير بستن، لا زي ما هو كفو يعني نقدر نسوي. ناخذ وود، نحتاج اصلا كم حبة من هذا. وعندنا ريدستون اتوقع. وش بعد؟ تخيل نسيت شو نسوي البستن وايرون. اوه حوسه، مو بهذا الحوسه، هذا اللي حاسه. نحتاج اثنين فيرنس وايرون جير. الجير اتوقع اني اذكر شلون يسوى. اوه بس ثنتين ستكس اي صح، كانت زي كذا دايما ثنتين ستكس ولا اربع؟ لا صح، الا كانت اربعه نقصوها شكلهم. يبي لي اصمم جوالي، دايما انسى اصمته. متاكد حتى هذا طلع ثنتين، لاحظتوا؟ هذا طلع ثنتين بس، يوم صار اكسبرت صار طلع ثنتين. اها طيب سوينا البستن ونسوي الايرون جير. هيكون غير بعد الايرون جير. لا تقولي لازم صب، مشوار صبه. اي والله لازم يصب. والله ممكن يصير ارخص لي اني اصبه صراحه. يعني نحط الجير، وين الجير سويته؟ في الكرافتنج تيبل. ما ادري هل بلوك واحد ياخذ ولا لا، بس انه في احتمال انه يكون اسهل لي بعدين. بس راح احط دايموند جير مثلا، ما احتاج احط كل الدايموندز عليه. الحين بس ندوب هذا الشيء. ما تقدر يشتغل كف؟ يشتغل؟ أي يشتغل. خلينا نشوف. كذا مصبة. نحتاج كم باكيت هذي؟ ظهر ثلاثة أو أربعة. مين متأكد؟ ما في احد يحتاج زيادة. اتوقع انه يحتاج زيادة. هذا شلون نسويها؟ نحط 140 واحد يعني. رجع صح؟ اي انقط واحد. طيب خلنا بخليه فصلت، مين بخليه هذا؟
هذه ليش ما يصبه؟ لكم بعد تحتاج نوعية ثانية، تحتاج ستون جير. لازم نطور هذه. مو مشكلة نسيت هذا الليفل اصلا. طب هل يحتاج يحتاج وقرب الظلم. وين راح الستون؟ صمت الحين. ايه كذا خلنا ننام. ظهر عندي زومبي واحد ذبحته من هالطينة. بيتي ما عاد صار يتحملني ابد. احطه هنا والباقي ظهر اربع ايرون نحتاج. نحط اربعة كذا. 144 الحاسب 144 ضرب 4 كم؟ 547. مديني أتأكد من الرقم بسرعة. اي كفو 67 قصدي 76 يعني بالضبط 4 حبات ايرون. واو كله مشوار والله غير واجد. هنا طبعا بينزل على طول هذا الستون جير القديم والايرون جير الجديد. نرجع هذه الاشياء بعدين نجي هنا عندنا بيستن والجير. نحتاج فورنس كامل مو بهذولي. راح نحتاج 16. طيب وش بعد؟ نحتاج كول بلوكس وريدستون. زين نجمع الكولز على شكل بلوكس اصلا. وشوف اتذكر الوصفة زين ولا ما اتذكرها. ريدستون 2 صح؟ والفرنس. اوه والله يوم مشوار مشوار مره. بس انا وش اسوي بالجنريتر هذا؟ نسيت وش بسوي فيه اصلا. ظن ميزه الجنريتر انك تقدر تجمع فيه حتى الاشياء. يعني الحين هو ميزته القويه اني احط فيه مثلا ود. هذا تشوفني قاعد عليها هنا يقولك بيرن تايم 300 بس إذا دخلت جوا الجنريتر يقول لي بالضبط قديش طلع لي. طلع لي 15000 على 5 RF بير تك كلهم على 5 الظاهر. وهنا قديش يخزن؟ يخزن حوسه يخزن 100000 100000. خل احط هذول الحين ثلاثة. يبي احط هذول الثلاثة جون بيقعد دقيقتين تقريبا يخزنها. خلنا احط واحدة بس. إذا خلصت الدقيقتين أو زيادة شوي بعد برجع. أتذكر أنا ميزة نفس السيرفايفرس جنري. خلينا نكسره الحين. إنك تقدر تكسره ويحافظ على طاقته. ممكن أخليه زي كذا بس طبعا يروح الأشياء اللي جوا. بس الطاقة اللي جوا ما تروح. فأخليه زي كذا يجمع. ما عليه. بخليه جوا البيت يجمع. و بعد وقت إذا صرت أحتاج طاقة يصير على الأقل عندي طاقة جاهزة. هنا نحطها. بحط عليها هنا عندي كوك كول ظاهر كم واحدة. ميزته إن هذا قوي مرة. يعني شوف هنا كم يعطيني. يعطيني 160000. أوف أكثر من اللي أقدر أشيله. حط له كول واحد. هذا كان 80 وهذا 80. حط له تشار كول واحد. فهذا تقريبا بيفلفلها. كول واحد بيفلفل يعطيني 100000. بس فعليا ترى هذا ما يعطيني في جنريترز عادية ما يعطيني ولا ربع اللي يعطيني. هذا ظهرنا 10 مرات أفضل بس أضعف. فكثير راجع لكم مخطط وش بسوي وارجع. طيب رجعتكم من جديد. لاحظت أني سجلت تقريبا نص ساعة.
وبعد تفكير سويت اشياء واجد مرة، بس يعني سويت اشياء حلوة في هذه الحلقة. تشوفون هذا سوى كمية من الكريسة اويل، وعندي كم كوك كول، وهذا السرفايفلست جنريتر يعني سوى اعطاني طاقة كويسة اقدر استفيد من هذه الطاقة الحين. فبخطط بالضبط وش بسوي الحلقة الجاية، وشوفكم الحلقة الجاية. لا تنسوا لايك وسبسكرايب، ومع السلامة.